السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موقع لالا بلس. اليوم خرجنا للشوارع المغربية نسولوا الناس، النساء والرجال، واش مع او ضد الميكاب او المكياج. عرفنا انه دابا كاين بزاف د الحوايج ولاو في المكياج جداد، كونتورينغ، الهايلايت، الماسكارا، وبزاف بزاف يعني ولا الوجه كيتبدل. واش الناس مع او ضد هذا الميكاب الجديد؟ نسولوهم ونشوفوا الاجوبه ديالهم. خويا شو بالك انت يا كراجل مغربي، واش مع ولا ضد المكياج؟ انا ضد المكياج. علاش ضد المكياج؟ ما نبغيش المراه ديالي دير المكياج. علاش؟ كيكون زوين كتزين فاش كدير المكياج. يقدروا الرجال الاخرين يشوفوا فيها بزاف د الحوايج. شنو سميتك؟ شنو سميت؟ سميتي محمد. محمد كي غيره. دوك على الغيره، كتغير على مراتك. علاش ما تبغيش؟ طبيعي اي واحد يقدر يغير على مراته. المكياج معنا مع المكياج، لكن بتحفظ. كيفاش زعما تحفظ؟ تحفظ انها تكون داكشي على قياس. هادشي اللي ولينا كنشوفو راه بزاف. مزيان اللي تضحك. شنو انت كتشوف؟ ولينا كنشوفو شي حوايج تحسينات في المكياج، مش حاجه في المستوى، ما كتشرفناش حنا كمغاربه. ايوا على حسب، الا كان المكياج غير عادي باش تبان المراه زوينه وداك الشيء ماشي مشكل، ولكن الا كان شي حاجه اخرى ولا باش تزين ناس اخرين وداك الشيء، ما انا ضد الفكره. تزين ناس اخرين ماشي مشكل، خصها تزين راجلها. تزين راجلها في دارها. تخرج فيلا؟ لا، ولكن ما تعيقش بزاف. ما تعيقش وصافي. واش المكياج ديال البنات ولا المكياج ديال الدراري؟ على حقيقة راه ولا المكياج ديال الدراري غلبوا البنات. وهذا موضوع آخر. ولينا كنشوفوا الدراري هما اللي مصايبين حجبانهم، هما اللي دايرين الريسيل، الطوانق، لي كوب على الأشكال، هما الدريات راه عي قليل فيهم، عي اللي عندهم الإمكانيات، هما اللي ما عندهمش مساكن الإمكانيات راه كتخرج لك مزوفة. جيت نسولها سؤال، سولتني سؤال ما عرفتش نجاوب عليه. هذه هي اللي كنشوف أنا دايرة دابا، هذه اللي ولات على مود في هذا الوقت. الدراري خداو بلاصه الدريات، والدريات ولاو خايدين بلاصه الدراري. اشكاليات، اشكاليه كبيره، وغادي تنوض واحد الضجه كبيره عندنا هنا في المغرب. هو المكياج ماشي عيب، كيزين المراه، ولكن ماشي عاوتاني داك المكياج اللي شي بنات اللي نورمالمون باش يديروا المكياج في الليل تيديروه هما في النهار. حيت المراه السر ديالها، كل مراه عندها الزين ديالها، ما كايناش شي مراه خايبه في العالم. الانوثه ديالها كتبان. اي هو هذاك المكياج اللي طخون، لا ما ضده انا. ما مكياج يكون خفيف شويه شويه، والمراه السر قد ما كدير مكياج ليجي قد ما تتبان الجمال ديالها. العكار والكحال ولا دابا الزرق الصفر كحال، انا على الحال الحاله كان السواك، ما جاتش لي سواك لحاجه قديمه. واحد تقدر تجي معرفه مني كحول السواك صافي، برك حنينه في الشعر برك. هاهي تقليدي، شي حاجه تقليدي، زيت تقليدي. انت ضد المكياج؟ ضد السواك وهادشي ماشي مكياج. المكياج فون دو تان وداكشي ضده. ضد المكياج فون دو تان ضده. شنو المبالغه بالنسبه لك في المكياج مثلا؟ مبالغه راه باش تثير انتباه الناس اللي على برا في الزنقه بحال هكا. تكون مبيضه راشها بزاف ودايره الكحل بزاف، هذا هو المبالغه؟ المبالغه هي بحال هكاك. والعكر حمار وداكشي. والحمار، المهم كثير انتباه ديال الناس. بالنسبه لك انها خصها دير المكياج في دارها مع راجلها؟ مع راجلها وصافي. تفوت العتبه ديال الدار؟ تكون مستوره. تمسح المكياج؟ لا ماشي تمسح، ولكن تكون مستوره وصافي. قلتي نقدر نشك فيها اللي درت المكياج، كيفاش زعما تشك فيها؟ وا كل راجل وكيفاش داير، ما نقدرش نقول لك. انت ضد المكياج؟ انا فعلا ضد المكياج. تبغى تزوج بك تنسى المكياج؟ العكار دير اخوان قاعد دير سيف. سالينا سالينا. شكرا. إيه حنا كنفهمو غلط، كنبقاو نديرو كنصحابو راسنا غنزيانو بهداك طخو ماكيين. نو إذن بركة من المكياج. بركة وديريه في المناسبات في الليل، وماشي غادا تقطعيه، راه كاينة فون دو تا وكاين خصك تصاوبي عينيك، سي نورمال هداك الشيء. ولكن بالنسبة للبنات اللي كيديرو مكياج كونتورينغ وكيبدلوه، يعني فاش كدير المكياج كتسيف، واش أنت مع ولا ضد المكياج؟ أنا ضد المكياج، لأن الزين في الدفلة وحار، خاصها تكون ناتوغيل، لأن النهار اللي غتجوج اول حاجه اللي غادي تفيق في الصباح غادي يشوفها طبيعيه، واش غادي يقبل هذيك الساعه ولا يجري عليها؟ ما عرف. المكياج شي ديجا كيخسر الوجه. انا ضد المكياج، سي نورم، احسن حاجه البنت تبقى ناتوريل. تبارك الله عليك. الا بقات ناتوريل وتقبلات كما هي راه تبقى مقبوله ديما. الا دارت المكياج وتقبلت مره تعرف راسها بان مقبوله، راه 1% على نفسها
و 99% علاقه بالمكياج. ان فوا تحيد المكياج ما تبقاش مقبوله. راه اليد ديال المكياج ومسح هذا المكياج نمشي نمسحو دابا هادشي اللي ثاني عتي من هضره. قلعتيني تبارك الله عليك.